الآن نراجع ما قد أخذنا في الدروس الماضية. أخذنا 3 حوارات. طيب، الحوار الأول والحوار الثاني والحوار الثالث، أليس كذلك؟ وكل الحوار اثنان أو اثنتان. الحوار ألف وباء. طيب، نقرأ جماعة. أريد منكم أنت تقرأ. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي خالد. ما اسمك؟ طيب، ندور. تدور. طيب، كلكم. طيب، السلام عليكم. استمع. ارفع صوتك وكلكم يقرأ. طيب، انظروا الصفحة الثانية. صفحة ثانية. طيب، نستعمل أستاذ بيت. أين هو؟ طيب، انتظر. السلام عليكم. ايش؟ انتظر. الآن طيب، الآن نراجع الحوار الأول. انتظر. تشتك. ما في صوت؟ صوت؟ تشتك. طيب، استمعوا. الآن نراجع الحوار الأول. ألف و ندور القراءة. طيب، بين الطلاب واحدا والآخرون يتبعون ويقرؤون. نقرأ جميعا. طيب، انظر إلى الصفحة الثانية. انظروا الحوار الأول. ألف. طيب، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي خالد. انتظروا حتى يتم الكلام. طيب، انتظروا حتى يتم الحوار. طيب، اسمي خالد. ما اسمك؟ اسمي خالد. اسمي خليل. كيف حالك؟ كيف حالك؟ بخير والحمد لله. بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. بخير والحمد لله. نعيد مرة ثانية. من الأول. من خالد. طيب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. أنت؟ لا، الحوار الأول ألف. ما زلنا في الحوار الأول ألف. نعيده. طيب. اسمي خالد. اسمي
اسمي خليل. كيف حالك؟ كيف حالك؟ والحمد لله. بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. بخير والحمد لله. طيب الآن ننتقل إلى الحوار الأولي ب. طيب بعده. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. كلكم يقرأ. كلكم يقرأ. اسمي قولة. اسمي قولة. انتظروا حتى يتم الكلام. يا. انتظروا حتى يتم الكلام. عيد. اسمي قولة. خولة. اسمي قولة. ما اسمك؟ اسمي قولة. ما اسمك؟ بعده. كيف حالك؟ كيف حالك؟ بخير والحمد لله. بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ وكيف حالك أنت؟ عيد عيد. وكيف حالك أنت؟ وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. بخير والحمد لله. الآن نعيد. الآن نعيد الحوار الأول ب. طيب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. اسمي خولة. اسمي خولة. اسمي خولة. ما اسمك؟ اسمي خولة. ما اسمك؟ اسمي خديجة. اسمي خديجة. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. بخير والحمد لله. الحمد لله. طيب الآن ننتقل إلى المفردات أو طيب ننتقل إلى الحوار الثاني. انظر في الصفحة الرابعة. الحوار الثاني ألف بين محمد وشريف. من يقرأ؟ من بقي هنا؟ قرأت؟ أنت؟ لما أنت؟ من يقرأ أنت؟ طيب أنت ثم يب. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. من أين أنت؟ من أين أنت؟ أنا من باكستان. أنا من باكستان. هل أنت من باكستاني؟ هل أنت من باكستاني؟ عيد. هل أنت باكستاني؟ هل أنت باكستاني؟ نعم. أنا قرأت؟ طيب الآن نعيد الحوار الثاني ب ألف عفوا. الآن نعيد الحوار الثاني ألف. طيب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. بعده. بعده. نعم. لا 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 لا. عيد. نعم. عيد. نعم. نعم. أنا باكستاني. وما جنسيتك أنت؟ طيب بعده. أنا تركي. أنا من تركيا. أهلا
الآن ننتقل إلى الحوار الثاني بقى. ثم السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. من أين أنت؟ أنا من مصر. ارفعوا أصواتكم، ارفعوا أصواتكم. نحاول أن نرفع أصواتنا. إذا قرأنا بالصوت المرتفع إن شاء الله اللسان اللسان سيجير العربية، سيجير العربية. طيب أيت من يقرأ؟ من قرأ؟ أيت. أنا من مصر. هل أنت مصرية؟ نعم أنا مصرية. وما جنسيتك أنت؟ أنا سورية. أنا سورية. أنا من سوريا. أنا من سوريا. أهلا وسهلا. طيب الآن نعيد الحوار الثاني بقى. ثم السلام عليكم. وعليكم السلام. من أين أنت؟ أنا من مصر. أنا من مصر. هل أنت مصرية؟ هل أنت مصرية؟ ننتقل إلى الحوار الثالث. ألف اقرأ. السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب الآن قبل أن نواصل عندي سؤال، ما يجيب؟ عندي سؤال، ما يجيب؟ أنت قم اذكر حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه فضل السلام، او مشروعية السلام. ما طيب اجلس. ما يعرف؟ من يحفظ الدليل؟ طيب قم يريد حديث. اجلس بارك الله فيك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. عرفتم الحديث؟ طيب سمعتم؟ سمعنا كثيرا. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفشوا السلام بينكم. فهمتم؟ والحديث الآخر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما رواه مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست. الأول إذا لقيته فسلم عليه. الحوار بين اثنين يلتقيان، بين خالد وخليل، بين أحمد وبدر، وبين
Khadijah wa Hamdum Huda nada yaltaqiyan au taltaqiyan ha sallama ha sallama alal alal akhir. Baik. Iqra. Assalamualaikum. Huwa mudarris. Baik. Hadha akhi huwa mudarris. Baik, ait. Kha kha akhi. Hadha akhi bil kha. Baik. Kullukum yaqra. Baik. الآن نعيد الحوار الثالث ألف نعيد طيب تفضل وعليكم السلام أمام يوسف ارفع صوتك ارفع صوتك الصوت غير مسموع ارفع صوتك قم 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 الآن ننتقل إلى الحوار الثالث ب اقرأ وعليكم السلام كلكم كلكم وعليكم السلام وعليكم السلام ليس وعليكم السلام أي هذا ما كسر عليكم السلام عليكم السلام فهمتم وعليكم السلام تفضل بعده بعده ها ما يقرأ أين الصوت سمعتم؟ لم يسمعوا صوتا لا تغضب لا تغضب نقرأ المفردات تفضل نقرأ مع النظر إلى الصور نقرأ مع النظر إلى الصور ونشير إلى الصورة مثلا نقرأ مدرس ونحن نشير إلى صورة المدرس فهمتم؟ نقرأ المفردات ونشير إلى الصورة التي قرأناها فهمتم؟ طيب تفضل من ارفع صوتك حتى يسمعوا كلهم
نستخدم مكبر الصوت. تفضل تفضل. نسيت. استمعوا استمعوا وانظروا الى الصوره. لا تنظروا الى الاخ. انظروا الى الصوره. انظروا الى الكتب. انظروا الى الكتب. الى كتبكم. لا تنظروا اليها. انظروا الى كتبكم. لا تنظروا اليها. والاخ يقرا ونحن نشير الى الصوره. تفضل. مدرس. نقرا جميعا. طيب تفضل بعده. طالبة. اشير اشير اشيروا اشير الى الصوره. لا تنظر الي. انظر الى الكتب. تفضل بعده. حبيبة. بعده. اقرا اقرا. لا اخت. طيب كلكم اخت. تفضل. صديق. صديقة. صديقة. أي ارفع صوتك. صديقة. صديقة. أي صديقة. أي تفضل بعده. هذا. طيب هذه. هو. هي. الآن. طيب ننتقل إلى الدرس الجديد. الدرس الرابع. الدرس الرابع. الوحدة الأولى. التحية والتعارف. الدرس الرابع. التدريب الأول. استمع ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. واحد. طيب لا طيب. انتظر. طيب الآن انظر إلى الصفحة كم. صفحة الثامنة. صفحة الثامنة. طيب الآن استمعوا. الآن نقرأ. طيب ونشير إلى الصورة. طيب فهمتم؟ طيب رفق. قلم قلم. أين القلم؟ ليش؟ أنا هذا القلم. لا أستطيع أن أكتب. لا أستطيع أن أكتب في شاشة. لا هي هذا القلم. أريد أن أكتب. طيب الآن طيب انظروا إلي. انظروا إلي. أشير إلى الصورة وأقرأ المفردات.
كلكم يتبع هذا هذا هذه هذه انظر إلى السرعة نعيد هذا هذا هذه هذه أخ أخ أخت أخت طالب طالب مدرس مدرس مصر مصر سوريا سوريا مهندسة مهندسة طبيبة طبيبة أنت 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 طيب الآن أريد منكم الاستماع إلى الصوت جيدا ونضع علامة صحيح علامة صحيح هكذا علامة صحيح هكذا يا نضع علامة صحيح في المربع ها في المربع فهمتم طيب استمعوا جيدا الى الصوت ونجيب الاسئله بالوضع بوضع علامتي صحيح في المربع في المربع المناسب طيب استمعوا الوحده الاولى وتكتب في كتبكم تكتبوا تكتبون في كتبكم علامة صحيح إنكم أقلام ها؟ كل واحد منكم عنده أقلام طيب التحية والتعارف الدرس الرابع التدريب الأول استمع ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب واحد هذا اثنان سمعتم؟ أقرأ أنا أقرأ أنا أقرأ واحد استمعوا واحد هذا لا لا ضع ضعوا علامة صحيح في المربع المناسب أنا أقول هذا وأنتم تكتبون علامة صحيح في كتبكم واحد واحد هذا اثنان أخت اثنان أخت ثلاثة مدرس ضعوا علامة صحيح في كتبكم مدرس أربعة مصر مصر خمسة طبيبة طبيبة ستة أنت أنت وضعتم علامة صحيح في كل المربع طيب ثم ننتقل إلى التدريب الثاني ألف
أشر إلى السورة التي تسمع اسمها. أشر إلى السورة التي تسمع اسمها. طيب. انظروا إلى الصور. انظروا أولا إلى الصور. طيب. الآن استمعوا إلى الكلمة. Ya. وتشير إلى الصورة التي تسمع اسمها. وتضعون علامة صحيح. علامة صحيح في المربع المناسب. استمعوا. واحد. أخ. واحد. أخ. ضعوا علامة صحيح. ضعوا علامة صحيح في المربع المناسب. اثنان. استمعوا. اثنان. أنت. اثنان. أنت. ثلاثة. مدرس. ثلاثة. مدرس. فهمتم؟ طيب. كتبتم؟ ها؟ من لم يكتب؟ كتبتم الجواب؟ طيب. الآن أريد منكم أحد منكم يقوم. أبو عائشة تعال إلى الأمام. انظر إلى التدريب الأول. أنا أذكر الاسم وأنت تشير إلى الصورة. فهم؟ طيب. واحد. واحد. هذا. تنظرون؟ هذا. واحد. واحد. هذا. اثنان. أخت. طيب. أحسنت. ثلاثة. مدرس. أربعة. مصر. خمسة. طبيبة. طبيبة. ستة. أنت. طيب. فهمتم الجواب؟ طيب. جلس جلس. والآن فأنتم. تفضل تفضل. أنا أذكر لكم الاسم وأنت تشير إلى الصورة. واحد. هذا. طيب. أحسنت. اثنان. أخت. ما شاء الله. ثلاثة. مدرس. طيب. أربعة. مصر. طيب. أين تعال؟ لا. هنا هنا. قم هنا قم هنا. طيب. مصر. خمسة. طبيبة. ستة. أنت. ما شاء الله بارك الله فيك. اجلس.
والآن أنت صاحب النظارة. طيب تعال تعال. لا ننتقل إلى التدريب الثاني. انظروا إلى الشاشة، انظروا إلى الشاشة وأخوكم. ما اسمك؟ ها؟ أحسن أكثر. طيب التدريب الثاني، أشير إلى الصورة التي تسمع اسمها. طيب واحد أخت. عفوا. التدريب الثاني، أشير إلى الصورة التي تسمع اسمها. أنا أذكر الاسم وأنت تشير إلى الصورة، فهمتم؟ واحد أخت. أشير، أنت تشير أخت. طيب جيم واحد أخت جيم، فهمتم؟ جيم. اثنان أنت. اثنان أنت. طيب أنت. أنت. طيب ألف، فهمتم؟ اثنان أنت ألف. ثلاثة مدرس. طيب دال، فهمتم الجواب؟ طيب اجلس، جزاك الله خيرا. أريد من أنت؟ بابا. شابا بابا. يا تفضل. نرجع إلى التدريب الأول. طيب عندكم كتاب؟ طيب كتبتم الجواب؟ كتبتم؟ طيب الآن أريد منكم تحاول أن تجيب التدريب الأول. واحد استمع. هذا واحد هذا أشر. واحد هذا. طيب ما شاء الله واحد. هذا اثنان أخت. ما شاء الله. ثلاثة مدرس. ما شاء الله. أربعة مصر. ما شاء الله. خمسة طبيبة. ما شاء الله. ستة أنت بارك الله فيك. كلها صواب. يا كلها صواب ما شاء الله. طيب الآن رزكي تعال. انظر إلى التدريب الثاني يا رزكي. أنا أذكر الاسم الكلمة وأنت تشير إلى الصورة، فهمتم؟ رزكي مدرس. نظرتم؟ تنظرون؟ مدرس. طيب صديق صديق غير موجود. طيب
تركيا. أخت، صديقة، هو، ها؟ هو غير موجود. طيب باكستان. طيب أنت. طيب طيب اجلس اجلس. الآن ننتقل إلى الصفحة التاسعة. مفردات إضافية. لكن بقي باء. بقي باء. طيب قل اسم السورة التي يشير إليها المدرس. طيب طيب أنا أشير إلى السورة وأنتم تجيبون وتذكرون الاسم الكلمة. أنا أشير وأنتم تجيبون. أشير إلى السورة وأنتم تجيبون. كلكم كلكم تنظرون. طيب أنا أشير إلى السورة وأنتم تجيبون. طيب مباشرة كلكم كلكم. Santo. Nantakil ila safha tasi'a. Eh, mufradat idhafiyah. Undur wastami wa'id. Indakum kalam. Atini khamsata kalam. Tastamil. Ha? أريد القلم الذي لا تستعمله. اثنان. أخرج أخرج. ثلاثة. أربعة. خمسة. يكفي يكفي. عندنا كم؟ خمسة. أريد منكم انظروا إلي أقول واحد. كلكم واحد. اثنان. اثنان. ثلاثة. ثلاثة. أربعة. أربعة. خمسة. خمسة. نعيد جميعا من واحد إلى خمسة. كلكم أغلقوا الكتب. أغلقوا الكتب. أنا وأنا أشير بأصابعي. أصابع أصابع. طيب أنا أشير بالأصابع وأنتم تذكروا العدد أو الرقم. فهمتم؟ انظروا إلى أصابعي. أصابع أنا. وأنتم تذكر العدد أو الرقم. طيب. كلكم كلكم. تنظرون تنظرون.
فهمتم؟ لماذا تضحكون؟ ها؟ والآن أشير بالقلم. انظروا إلى القلم. أعيدوا أعيدوا يا ركزوا ركزوا ننتقل إلى التدريب الأول، وهذا السؤال وهذا سؤال يعني إن شاء الله سهل جدا. التدريب سل بين العدد والصورة المناسبة، سل بين العدد والصورة المناسبة. فهمتم؟ طيب تنظرون إلى الصور سورة الكتاب، أليس كذلك؟ سورة الكتاب. أعطني الكتاب، أعطني الكتاب، كتاب، كتاب. خمسة كتب. خمسة. انظروا إلي. أنا أشير بالكتاب وأنتم تذكرون العدد. فهمتم؟ الآن سل بأقلامكم، سلوا بأقلامكم بين العدد والصورة المناسبة. تفضل. كلكم يكتب. كتبتم. سل بين العدد والصورة المناسبة. كتبتم؟ كتبتم؟ طيب انظروا إلى الشاشة. اذكر كلكم. أين الصورة؟ أربعة. سيل. فهمتم؟ من أخطأ؟ يرفع يده. من أخطأ؟ أربعة إلى من أخطأ؟ كلكم صحيح؟ طيب اذكر كلكم. سل بين اثنان والصورة، ثم هم سل إلى. فهمتم؟ فهمت؟ خمسة سل بين الخمسة و طيب سل أخير كم؟
ثلاثة إلى شل. فهمتم؟ طيب الآن التدريب الثاني، رتب الأعداد. فهمتم ما رتب؟ ها؟ واحد ثم اثنان ثم، فهمتم؟ العدد المكتوب هنا أو العدد المكتوبة هنا غير مرتبة، اثنان ثم ثلاثة ثم واحد ثم خمسة ثم أربعة، فهمتم؟ الآن السؤال رتب الأعداد. من يريد أن يكون؟ تفضل. لا ما اسمك؟ ارفع صوتك. حنافي، تفضل رتب العدد باسمكم. تقول واحد كل واحد، ارفع صوتك. واحد اثنان ثلاثة أربعة. مهلا كلهم. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. طيب ما شاء الله، بارك الله فيك، سند، جزاك الله خيرا. واحد ثم اثنان ثم خمسة. طيب التدريب الأخير ماذا؟ أشير إلى العدد الذي تسمعه. طيب أريد أحد منكم، من؟ أنت صاحب النظارة، تفضل. بقي لنا 7 دقائق، تفضل بسرعة. طيب أنت تشير، فهمتم؟ طيب أقول واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ثلاثة ستة، غير موجود، ستة غير موجود. طيب عيد خمسة أربعة واحد اثنان ثلاثة سبعة، غير موجود. ما شاء الله، بارك الله فيك، أحسنت. الأخير التدريب الرابع، قل العدد المشار إليه. أريد منكم، من يريد أن يقوم؟ طيب أنت قم. أنت تشير إلى العدد والطلاب الآخرون يذكرون العدد. أخوكم، من اسمك؟ باسا. باسا سيشير إلى العدد، أنتم تنظرون وتذكرون العدد مباشرة. طيب لا، أنت تشير فقط يا، والآخرون يجيبون. فهمت؟ لا تذكر الجواب. طيب أشير فقط، أشير. طيب واصل طيب يكفيك، جزاك الله خيرا، إن شاء الله ممتاز. نكتفي بهذا القدر. طيب فهمتم التدريبات؟ فهمتم؟ إن شاء الله في الأسبوع القادم يوم الاثنين سنواصل درسنا في الدرس الخامس. وأريد منكم قبل الدرس
an takra'u ad-dars al-khamis. Fahimtum? Ya. Takra'u wa tanduru wa tandurun ila ad-durus allati ba'daha. Tip. Indakum soal? Alladhi indahu soal, insyaallah is'alni ba'da dars. Ya, kharja dars insyaallah. Saujib. Ya, la fi dars, la fi dars. Lakin ba'da dars kharja dars. Ya, fil masjid atau kharja al masjid. Fahimtum? Man indahu soal fal yas'alni ba'da dars atau kharja dars. Tip. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.